اسمي قدر ندى بركي. احنا اصلنا من سفوري. انا بتعلم بالمانيا الى 6 سنين وهاي عطلتي. بالاول بالمانيا كان كتير صعب لانه ما كنتش اعرف حدا. رحت على بلد ما بعرفش فيها ولا اي حدا، وهناك زي كان لازم الواحد يبلش حياه جديده من اول وجديد. كان عمري 18 سنة. أول شهرين ثلاثة كانوا كتير صعبات، كنت أضلني قاعدة مع أمي على التليفون. بس بعدين صار أحسن، تعرفت على ناس، بعدين صار عندي هناك أصحاب كتير زي عائلة صغيرة لهناك. ليه في أنا كل صحبة أصحابي وصحباتي بعدين هون، أنا الوحيدة اللي طلعت لبرا. بس هني كان بدهن يعملوا بسيخومتري، يعملوا المقابلات تاعون الجامعة وبعرفش إيش، واستنوا سنة سنتين ثلاثة عشان ينقبلوا على الجامعة. الترجمة تبعت الامتحان يعني مستحيل الواحد يفهمها كلها. أنا كتبت بقروت بالعبراني لأنه البقروت بالعربي الترجمة تبعته عجيبة، يعني ما ينفعش الواحد يفهمه. البقروت الوحيد اللي كتبته بالعربي هو بقروت العربي، والباقي كله كان بالعبراني لأنه بينفعش. يعني أنت كعربي لأنك مش عامل خدمة عسكرية، خدمة مدنية، ما بعرف إيش، عندك دغري مينوس طوالي، أنت بمينوس، عشان هيك صعب. مش مستحيل بس صعب.